مستمعينا الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى ان تكون نالت رضاكم، ولو عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-35-9. بالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب او على الايميل ده mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان ان احنا معكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. هل حقا المسيح قام؟ ازيكم يا جماعة، وكل سنة وانتم طيبين. وانت طيبة يا ابتهاج. الله يطيب قلبي ان شاء الله، ربنا يحقق كل الامان. اذا القيامة وفرحة القيامة دي حقيقي اكيد طبعا انا فرحانة كلنا. لكن يا جماعة، وانا جاية هنا قبيلة عشان الاقيكم، سمعت سؤال، والسؤال قلت الا الليلة نقعد اقوله لكم وبعد ذاك نتناقش فيه. حبابك يا اخوي، كل سنة وانت طيب. انا ابتهاج السنوسي من اذاعة سمر. معي منو؟ انا عثمان ادريس. كل عام وانت بخير بمناسبة عيد القيامة. شنو عيد القيامة؟ مين قام؟ هل انت في بالك تعرف السؤال ده؟ اسمع كلام عيد القيامة، عيد القيامة، لكن ما بنشغل بالك. كل سنة وانت طيب. اتابعك يا عثمان ادريس انك تتابع عبر اذاعة راديو سمر عشان تعرف اجابة للسؤال. سلام. مع السلامة. مع السلامة. سمعت السؤال؟ بتعرف ابتهاج، لو خرجنا من المقاطع، لكن في المقاطع دي في برضه ناس كانوا بيسألوا نفس السؤال ده وهم كانوا معاه. وما دي طبيعتنا البشرية، لازم نتحمل.